تقومي بالطلب بتعويض 1,000,000 جنيه. يا سلام، والمليون جنيه دول هيرجعوا لك بنتك؟ يعني بلاش استفزاز للناس اكتر من كده، يعني كفايه الايه الحوارات الكذب والكلام ده، وان انتوا ايه شويه تقولوا كذا وشويه تقولوا كذا، وفي الاخر في حاجات طلعت ان الواد قالها صح والكلام ده كله، ودلوقتي بتستفزوا الناس بتتاجروا بيها وهي عايشه وهي ميته. اللي فينا بدل ما تطبطبي علينا وتقولي لنا كلمه اتقي الله يا شيخه، اتقي الله عشان تعملي ترند قبل كده بتقوم الناس، بتقوم الرجاله عشان يتجوزوا على ستاتهم. ايه في ايه مالك؟ ابعدي عن الناس، ابعدي، انت بتخرب البيوت يا مانا يا ابو شنب، حرام عليك اتقي الله، بطلي خراب في البيوت، لم نفسك شويه، لم نفسك يا مانا يا ابو شنب. انا مش هسيبك، انا بقول لك اهو قدام الناس كلها انا مش هسيبك، وهقضيكي وهفضل وراكي وراحقك قانونيا لغايه ما اجيب حقي، لان انت ادعيتي عليا ادعاءات مش صح وغلط، وما عندكيش اي اثبات ان انا طلبت فلوس واتكلمت غلط. اتقي الله، واللي انت بتعملي ده هيعود عليك ان شاء الله. يقعد لك يا منى يا ابو شنب، يقعد لك في صحتك وفي عافيتك وفي